السلام عليكم، معكم سيد ميثم البناوي. من وين جت الصراصير الألمانية؟ من وين الصراصير الأمريكية؟ وليش يا بهذا المسمى؟ سبب تواجد الصرصور الألماني في البحرين بالدرجة الأولى هي الموانئ. بالنسبة للصرصور الأمريكي ومصدر الرئيسي غابات فلوريدا، الصرصور الألماني هو ما يتعدى السانتي تقريبا، دائما يكون لا صح التعبير يعني أشقر اللون، والصرصور الأمريكي عريض وكبير الحجم، وإذا صح التعبير بعد ليش نبات طوال أطول من الصرصور الألماني. الصرصور الألماني يعيش على درجة حرارة الغرفة، الصرصور الأمريكي يعيش في الأماكن الرطبة، ومثل ما تعرفون المجاري. هل عرفتون الفرق بين الألماني والأمريكي؟ إذا أي أحد فيكم يعاني من هذه المشكلة يتصل فينا وإحنا في خدمتكم.